أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور صوفيا زاد. دكتور صوفيا، طبعا حابة بقى نتكلم تاني، نرجع لموضوع حلقتنا. طب لما حد فينا يحلم ان هو مسافر، خلاص اوكي، حافي حافي وفجأة لقى مثلا وسيلة انتقال عكس اللي هو راكبها او اللي هو ماشي فيها، مثلا كان راكب سيارة وفجأة لقى نفسه راكب طيارة، هنا بيكون التفسير ايه؟ اختلاف او تغيير وسيلة الانتقال؟ بص هقول لك على حاجة. مبدئيا طبعا زي ما قلت لك الانتقال من حال لحال في السفر، لو اتشفتي ان انت ماشية على رجلك فهو انتقال انت شايفة انه يعني هيحصل لك نقلة سريعة، ولكن الناس شايفة ان فيها بطء، لان طبعا الرجل دي ابطا حاجة، يعني انت تروحي مشوار برجلك زي ما تروحي طيارة، زي ما تروحي باص او حاجة، فده معناه ان انت انتقال من حال لحال بس على حسب وسيلة الانتقال. لو شفتي طيارة فده معنى كده انتقال سريع سريع جدا، وفي نقلة يعني غير عادية، ونقلة فيها علو شأن، مش يعني الطياره مش اي حد بيركبها، فاهماني؟ حتى لو الناس اللي معاكي فيهم يا دكتور ناس ما تعرفهمش خالص، الناس المجهوله في الرؤيه، فهو الناس بالفعل هتقابليها، يا اما هتقابليها شكلا يا اما هتقابليها اسما لو انت عرفتي اسم حد فيهم. يعني في حد بيقول لي، في واحده بالفعل قالت لي انا شفت واحده ما اعرفهاش اول مره في حياتي اشوفها، شفتها في رؤيه وبعد سنين حصل ان انا بالفعل قابلتها الشخص دي او البني ادمه دي. علميا الانسان ما العقل البني ادم ما يقدرش يشكل لك ملامح نهائي، ما فيش، مش الا انه حاجه من الله تعالى، فدي تعرفيها انها رؤيه، يحط لك بني ادم بشكل معين كده وتقابليه بعدين يبقى دي رؤيه.